كيو. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. قوات القوات الأمنية وأنه ما قدمته المؤسسة العسكرية مهم، وهو سرعة حسم القضايا التحقيقية للمتهمين الإرهابي. ما يحتاج، يلا عوف. نحن في حالة حرب كنا، ولحد الآن هناك حرب فكرية. يعني انتهى الحرب العسكرية، انتهت على أرض الواقع. ثمت حرب فكرية وهي أخطر من الحرب العسكرية، وهذه تمتد ربما. الكتاب أكو نقطة يخلي بيها العبوة.